معهد صحي الوالدي بيقبل الطلاب من عمر 7 سنوات لعمر 18 سنة. الدراسة بالمعهد 3 مراحل، المرحلة الأولى من التحضيري لسنة رابعة، طالب إذا حصل على معدل عام أعلى من 80% بيطلع المرحلة الثانية. المرحلة الثانية 4 سنوات، إذا أخذ بمعدل عام ال4 سنوات فوق 90% بيكمل على المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أقلها سنتين، هو يعني فعلياً إذا حسبناها هو بيكون فات على معهد صف أول، بيكون سابق بالرؤية فعلياً يعني. فبالمرحلة الثالثة إذا كان معدل العام فوق 95% بيدخل المعهد العالي بدون امتحان طول. هي شغلة كتير مهمة. بقسم البيانو هون في عنا بحدود 190 طالب بيانو. ضليت بهالمعهد كل هالفترة، صرت أحس حالي هلأ أني صرت أحسن وصرت أقدر أنتقل على مرحلة أفضل، أنه بنقدر مثلاً نعتمد على حالنا أكثر. بس كمان ما بننسى فضل الأنسة جمعان علينا، لأنه هي بلشت معي من الصفر وكانت معي بكل أوقاتي، أوقاتي اللي أجي فيها ماني متمرنة وأنا بقول كثير كثير منيحة. صار في وعي ليش؟ لأنه صار في أوركسترا، العالم عم تشوف الأوركسترا فعم تشوف هالآلات تشجع، صارت تتشجع أنه تفوت أولادها، لأنه البيانو فعليا هو آلة وحيدة أنا أسميه البيانو. يعني هو ما بيفوت بأوركسترا وقليل يعني في بيفوت بمجموعات حجرة، بس شكل الأوركسترا اللي هو الشكل الجميل يعني بيحوي 80 و90 شخص نادرا ما تشوف في البيانو.